خلينا نتابع معاكم، نرجع نتابع معاكم مزيد من التفاصيل عن مؤتمر المناخ في يومه الخامس. هروح بقى هذه المرة مع الزميلة العزيزة، زميلتي العزيزة اللي أكيد بتعمل شغل زي الفل، دينا عبد الكريم. خليني أمسي على دينا. مساء الفل يا دينا، وقول لنا ماذا عندك من ما يجري في شرم الشيخ واليوم الخامس، تفضلي. مساء الخير شفكي، ومساء الخير كل مشاهدي التاسعة. مبسوطة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة في الحلقة. كنت اتمنى نبقى مع بعض طول اليوم ننقل اجواء كوب 27، لكن على مدار اليوم كل زملائنا من القناة الاولى بينقلوا فعاليات اليوم. الحقيقة اقدر اقولك انه اكتر الانطباعات واهم الانطباعات مش بس عن قوة وأهمية المناقشات الجانبية اللي موجودة في كل متر في قاعات مؤتمر المناخ، ولأنه ده عادة مؤتمر المناخ كوب 27 والنسخة 27 من المؤتمرات المناخية تؤخذ بكثير من الجدية. المشاركات الدولية مشاركات هامة جدا، ثرية جدا وقوية جدا في كل قاعة من قاعات المؤتمر، سواء القاعات اللي بتشرف عليها الأمم المتحدة أو قاعات الدول البافيليون الخاصة بكل دولة. هتلاقي مناقشات ثرية، كل دولة عندها أجندة من المشروعات المطروحة، لكن القاسم المشترك فيها أنها كلها تهتم بالبيئة، تتحدث عن مواجهة حقيقية هذه المرة. وزي ما بالتأكيد كل المشاهدين دلوقتي بقوا عارفين ومتابعين معانا، كوب 27 هو النسخة التنفيذية إذا استطعنا أننا نوصفها بكده، لأنه حصل كتير من الاتفاقات المناخية الهامة اللي كان بناء عليها قرارات بتخفيض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية. وده بالمناسبة ما ينفعش يبقى قرار، ده تحدي كبير جدا، وعلشان يتحقق في مجهودات كتير بتحصل من الدول وقرارات ليها تكلفة اقتصادية وتكلفة تشريعية لازم تحصل، كل ده بيناقش في أروقة المهرجان. مشاركة الجناح المصري طبعا متميزة جدا. مشاركة بقى الحاجة اللي نفسي أشاركك بيها الشباب المصري من أول ما بتدخلي من البوابة. طبعا التنظيم في قائم عليه جزء كبير من اليو أن، هي بتشرف على تنظيم الداخلي للمؤتمر، لكن شبابنا القائم بالتنظيم المتطوعين الموجودين في كل مكان كالعادة صورة مشرفة. شرم الشيخ وشوارعها مشرفة. والنهاردة بقى أنا جايبة لكم معايا مفاجأة، وأنا عارفة أنه من الأمور الغالية علينا جدا أن احنا نشوف رجال مصريين بيشتغلوا في البلد بيقدموا خدمات حقيقية. وأنا النهاردة تحديدا متشرفة أن معانا في التاسعة ويشرفنا سيادة السفير هشام بدر، المسؤول أو المشرف على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. صح كده؟ الاسم طويل وصعب، فأنا خدت وقت عبال ما أحفظه. سيادة السفير مشرفنا، سعيدة باللي سمعته من حضرتك عن المبادرة، لكن نفسي قوي نشرح للناس ما هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. المبادرة الوطنية من أهم المبادرات المطروحة على قمة شرم الشيخ، لأن السيد رئيس عبد الفتاح السيسي هي تحت رعايته، وأكد أن ده مؤتمر تنفيذ، وبالتالي مصر بتقدم مبادرة تم تنفيذها بالفعل. والمبادرة بترد على سؤال جوهري، كيف يستفيد المواطن والمواطنة المصرية العادية من كوب 27؟ بيسمعوا، وده اعتقد سؤال سمعناه في الشارع بالظبط. حضرتك النهارده بتشرح لنا طب احنا عملنا ايه يفيد الناس بالظبط، يعني في اي قرى في مصر من صعيد مصر الى شمال مصر، طب استفاد ازاي المواطن؟ والمبادرة دي بترد على السؤال ده، ان فتحنا الباب للجميع اللي عايز يقدم مشروع فكرة قابلة للتنفيذ في فئات مختلفة، كله على قده. يعني لو حد عنده مبلغ صغير 20,000 30,000 ممكن يقدم فئات مشروعات صغيرة. لو في مرأة عندها مشروع تقدر تمكن المرأة تخش مشروع المرأة، اللي عنده ستارت اب شركات ناشئة يقدم، اللي عنده مشروعات كبيرة متوسطة. ففتحنا الباب، وفي لمدة شهر يعني ذهلنا ان جالنا 6,300 مشروع من كل انحاء الجمهورية من 27 محافظة، وكل محافظ غربل للمشروعات دي، وفي الاخر وصلنا ل 162 مشروع. السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى نبولي عملنا مؤتمر في 3 نوفمبر كرمهم وشكرهم، وفي نفس الوقت اخترنا اللجنه الوطنيه برئاسه الدكتور محمود محي الدين وباشراف الوزيره دكتور هاله السعيد، اخترنا 18 مشروع من ال 6,000 مشروع اللي قدمت. دي تصفيه عنيفه، دي الحاجه اللي لفتت تصفيه قويه جدا، لان هي كان المفروض انه يقدم
مشروع أخضر ذكي، أخضر يعني بيحافظ على البيئة، بيقلل التلوث، بيعمل طاقة متجددة، إزاي بيعمل المخلفات، وذكي مجرد أنه بيستخدم تكنولوجيا. ورسالة كانت إن هو إزاي استخدام التكنولوجيا والمفهوم الجديد لتقديم مشروعات بالحفاظ على البيئة إنه يمكن أن يعمل مكسب، يعني استدامة اقتصادية. وال 18 مشروع اللي كسبوا جبناهم في الكوب وعرضناهم للعالم، وعدة جلسات عقدت امبارح والنهاردة وأول امبارح وخلال كل هذا الأسبوع في المنطقة الزرقاء لهؤلاء أصحاب المشروعات وللمبادرة. ففي زخم جديد للمبادرة لأنها بتمثل حلول مصرية، هي مش مجرد مشروعات، هي الفكرة منها إن كل راجل وست في القرية بتاعته بيواجه مشكلة معينة قدم لها حلول. وكأن حضرتك بتقول إن المسؤولية المجتمعية أو مسؤوليتنا إحنا تجاه المجتمع، وإزاي دي كمان ممكن تبقى تتحول إلى مشروعات، مش بس مجرد أفكار لطيفة كده. بالضبط، هي مشاركة من الجميع، إن أنا شاركت كل البلد وكله استفاد، وفي نفس الوقت مسؤولية جماعية ونقلة نوعية في نهج تقديم المشروعات. إن أنا ما فيش حد يقدر يقدم، يصعب أن يقدم مشروعات في المستقبل في القرن 21 بدون العنصر البيئي، إن العنصر البيئي أصبح جزء رئيسي من أي مشروع. تالي في إشادة من الأمم المتحدة وفي دعم وفي تمويل. حصل يعني بقى تمويل للشباب دول؟ حصل تمويل للشباب ده. البنك الأوروبي لسه متفقين معاهم إن حيمول 6 من المشروعات ال 18. الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، هتمول 3 بتوع المرأة. شركات مصرية بدون ذكر أسماء هيمولوا الشركات دي. منظمات الأمم المتحدة الزراعية هيدعموهم ولمدة 2 سنين، هيقفوا معاهم ويدوم دعم القدرات. وبالتالي المبادرة مش مجرد كلام. اخترنا المشروعات 6000، العام القادم هتستمر توجيهات من رئيس الوزراء وعلى أعلى مستوى، نستمر نتوقع أن السنة الجاية تقدم 60,000 مشروع ثم يتضاعف. وبالتالي في مشاركة شعبية وكله شعر، ومصر قدمت في القمة حلول مصرية وأثبتت للعالم أن مصر تملي جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. وده حقيقي، يعني احنا دايما نقول كده مصر وإفريقيا الأقل تأثيرا في المناخ والأكثر تأثرا، فاحنا بالزبط. طول الوقت جزء من الحل بالزبط. فعلا زي ما حضرتك بتقول بالظبط. فدي حاجة احنا فخورين بيها، وهناخد المشروعات لكل سنة. السنة الجاية هناخد الفائزين للمؤتمر الكوب 28 في الإمارات وراها في أستراليا. والفكرة إن حصل زخم، إن الناس شعرت في مصر إن أنا ممكن أفوز، يعني العبقرية ما بين المحلية والوطنية والدولية. يعني المرأة اللي قدمت مشروع من شمال سيناء اللي فازت، إنها بتقدم حاجة بتنقي المية من الشوائب، حاجة دي من شمال سيناء طلعت وجات إلى القاهرة في الوطنية، ثم تعرضت على جميع على كل العالم قدام كل المؤسسات المالية. وبالتالي الربط ده مكناه، لان هو ده جزء من تمكين والتنميه المستدامه، لان كله بيبدا، التنميه بتبدا من تحت، من المحليات، من المدن، من القرى. وانا عايز اقول لحضرتك سيد سفير انه في 2 بقى من ولادك، دايما سيد سفير يقول دول ولادي، كانوا موجودين معانا في التاسعه الاسبوع اللي فات. كلام حضرتك بيشرح لنا قد ايه وراهم كان مجهود وكان اشراف. السؤال الاخير، السنه الجايه حضرتك بتقول كوب 28 هنكون مشاركين، يكون معانا مجموعات تانية من الشباب. بالظبط، يعني المسابقه دي مستمره. بالظبط، يعني النقطه حضرتك اشرت ليها نقطه مهمه جدا، عشان ندخل مفهوم اخضر وذكي كان متطلب مرحله تعليم مع كل المحافظات، توعيه واعيه، توعيه كبيره جدا، حملات اعلاميه، ثم تدريب كوادر في المحافظات. اصبح النهارده لاول مره في مصر الكوادر في المحافظات قدرت تتعامل مع ايه مشروع اسمه اخضر وذكي. اول مره عندنا كوادر مدربه، المفهوم اتغير، اصبح لنا اول مره عندنا قاعده بيانات، لاول مره قاعده بيانات مشروعات خضر ذكيه، والخريطه هم موجودين فين. لو النهارده واحد جالي المحافظ وقال له انت عندك كم مشروع اخضر ذكي، قال له والله انا عندي 400 موجودين في الحته دي، فاي مستثمر ممكن ان هو يساعد في تمويلهم. انا بشكرك معالي السفيره، كل حضرتك قلته ده يا رب يكون التفاصيل الملهمه دي تقول للناس رسالتين. الحقيقه انا من كلام معالي السفير عايزه انقلهم بس للشباب. كتير من الشباب كانوا بيقولوا لنا كان نفسنا نبقى موجودين معاكم في الكوب. تحمس، ممكن تبقى موجود السنه الجايه من خلال المبادره دي. وكتير كان بيقول ماذا يخصني، برضو معالي السفير شرح لنا النهارده اللي يخصني، ان اللي بيقال وبينفذ وبيناقش في الغرف المغلقه بينفذ على الارض وبياخد دعم حقيقي للشباب. بشكر حضرتك مره ثانيه معالي السفير، نورنا وشكرا على كل الحماس اللي بتقدمه. شكرا.